هنحتاج كيلو من الفراخ المفرومه. احنا عاملين ميكس صدور على اوراك. انا بعمل كيلو ليه؟ الوصفه ممكن ما تحتاجش كيلو، ولكن بعمل كيلو بقوم مجنبه منهم طبق في الفريزر يسعفني في اي وجبه تانية مستعجله فيها وما عنديش وقت اعمل. ولو طبعا العدد اللي بياكل كبير بعمل الكيلو كله، وعلى حسب يعني عدد افراد الاسره وقدرتهم على الاكل. بصله مفرومه ومعلقه كبيره من الثوم المفروم، بيضه ودقيق ومعلقه صغيره من بهارات الدجاج، معلقه صغيره من الكركم، رشه من البابريكا، رشه من جوزه الطيب. هنحشي قطع من الجبنه الموتزاريلا، وده اختياري، ممكن ما تحشوهاش اي حاجه وعادي جدا. للوش هنحط كوبايتين من الطماطم متقطعه مكعبات، هنعملها زي صوص خفيف كده، ومعلقتين كبار من الصلصه وشويه سكر ورشه جوزه الطيب وملح وفلفل اسود، وهنحط تحتيها بطاطس مسلوقه. يلا بينا نبدا. اول حاجه نعمل الكفته، فانا هجيب بوله وعايزه اجيب صينيه احط فيها ايه، احطك فين احطك فين، خلوني افكر. يلا بينا. هنا حلو، هاخد اول حاجه شويه زيت، دي اول حاجه خالص. انا بجهز الطبق دلوقتي عشان لما اعمل الكفته ارص على الوش على طول. شويه زيت للقاع، همشيهم في الطبق كله. وهاجي ارص البطاطس، البطاطس الشرايح. على فكره ينفع تحطوا معاها فلفل، ينفع تحطوا بصل، ينفع تعملوا اللي انتوا عايزينه. البطاطس ممكن تكون مكعبات، بس هي الشرايح يعني بتخلي الكفته تقعد عليها كده مرتاحه اكتر. موضوع براحتكم يعني. يلا بينا. ادي البطاطس هبدا اوزعها في الطبق. كل الطبق لحد ما نخلص ايه الرصة، زنقوا كده وخدوهم جنب بعض كله هيظبط. مش عارفة اعمل ده ولا ده. يلا بينا. بس كده البطاطس اترصت. هعمل فيها ايه دلوقتي؟ هديها رشه من الملح والفلفل الاسود، رشه فلفل اسود رشه ملح وبس كده، مش محتاجين اكتر من كده. هركنها بقى على جنب دلوقتي واجي اعمل الكفته. ادي الفراخ مفرومه، ممكن الحقيقه نعملها في الكبه كمان احسن عشان الكفته تبقى ممتزجه كويس. هنحط المفروم، الراجل بتاع الفراخ بيفرمها لكم على فكره يا جماعه، مش محتاجين تشغلوا بالكم بيها خالص. وهنحط لها البصل هنحط بيضة تخليها طرية وجميلة، بهارات الفراخ، البابريكا، الكركم، الثوم، الدقيق، كام رشه كده بس يمسكوها، وطبعا ملح وفلفل اسود وزيت.
ادي الملح، ادي الفلفل، وادي رشة من جوز الطيب، شوية من الزيت، وهنبدأ نخلط كل ده مع بعضه. أشيل بس الحاجات الفاضية ويلا بينا. نعمل تيست كده، ايه الاخبار؟ زي الفل. انا شايفاها بتلزق شويه، هحط لها زيت ودقيق بس لما احطها في البوله، مش هضرب خلاص تاني، ضربت كفايه. يلا بينا نشيل السكينه، طبعا نزلوا اي حاجه على السكينه، خدوا بالكم من ايديكم وانتوا بتعملوا كده. شايفين ملزقه شويه ازاي، فاحنا عايزين نشيل شويه من التلزيقه دي عشان نعرف نتعامل معاها. وادي الفراخ كلها، وهبدأ دلوقتي احط لها شويه زيت ودقيق، لفه اخيره كده هيظبطوها. انا هحط دقيق وهاجي اعجنها دلوقتي، احط كمان الزيت، تظبط بقى معايا وتبقى سهله في التشكيل ومفيش فيها اي مشكله. ودايما ممكن تضيفوا الحاجات دي وانتوا تعجنوا بايديكم من غير المفرمه او الكبه عشان ما تطحنش زياده فتنشف وتتكتم منكم. يلا شوية زيت كمان وهنقلب. بصوا نعمت ازاي وبقت ما فيهاش اي تلزيقة. وبقت ايه زي الفل. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب طبق البطاطس ده قدامي وهبدا اكور الكفته، ممكن افردها على فكره على وش البطاطس برضو، ده اوبشن يعني، كور كده لذيذه واحطها على الوش، اغطي وش الصينيه تماما بكور الكفته. هنكور في صينيه الكفته. بصوا بنعمل ايه، بناخد حته كده من الفراخ من الخلطه اللي عملناها، نفردها كده فردة بسيطة، ناخد حتة من الجبنة الموزاريلا، ده اختياري طبعا، ممكن ما تتحشيش اي حاجة، وبنقفل عليها بس كده. بقفل عليها خلاص، بقت الحشوة جوه جبنة وكله تمام. ونحط في الصينية، هحط اتنين كمان، او كمية تجيب اتنين كمان. يلا نفس الحاجة، ممكن طبعا تعملوها من غير الحشوة يا جماعة، مش تقول لا خالص، ممكن تحشوا جبنة موتزاريلا مبشورة، ممكن اي جبنة شيدر، ممكن تحشوها شوية بطاطس مسلوقة، شو حياتكم بقى في الافكار، مهم ايه اديتكم الفكرة الاساسية. ادي كده اخر واحدة ونبقى خلصنا الصينية، يبقى الكيلو الفراخ عمل لنا الكمية اللي قدامكم دي، كرات كبيرة كده ومبطبطة، وصينية تأكل يعني اتليست اربع خمس افراد. يلا بينا
هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ الصوص اللي من بره هنجيب بوك نحطها على النار، هعلي عليها النار تسخن، وهقوم جايه حاطه شويه زيت، ممكن زبده مفيش مشكله اللي يعجبكم، ومع شويه الزيت ده هحط الطماطم والسكر والصلصه، هعمل زي صلصه خفيفه كده. وانا بس ما اعرفش انا عايزه لها شويه توم، حاسه ان عايزه لها شويه توم. لو حطينا لها توم تبقى احلى، هحط لها شويه توم دلوقتي هتبقى تحفه. هناخد الصوص ده هنحطه كده زي ما هو على الطماطم، وهندخلهم الفرن مع بعض، واحده جنب واحده في وسط واحده الكفته كده، هتسيح وتمسك فيها وتبقى تحفه. كده 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 طبعا ده كل ده اختياري، كل ده لو ما عملناهوش مش اي مشكله. يلا حلو قوي كده، الثوم معاه على طول، الصلصه معاهم على طول، الطماطم هحط شوية سكر، وهخف الكلام الجميل ده بشوية مرقة. أنا هستلف مرقة من هنا، ودخلي لي يا نور شوية مرقة زيادة. زي الفل كده قوي، هقلب كل ده مع بعضه. وهديهم رشة ملح وفلفل اسود دلوقتي، رشة صغيرة ملح فلفل، ومجرد ما يغلوا هصبهم على وش الفراخ. طبعا انا سايبه الفرن بيسخن عشان احنا هندخل فيه صينيتنا دلوقتي، فعايزينه يبقى سخن، عايزاهم بس يغلوا غلوه واحده، وهنقوم حاطين كل ده مع بعضه على طول في الفرن. الصوص هنا غلي، فانا هاخده كده زي ما هو، واصبه، وهغطي الوش بالجبنه الموتزاريلا، وده تاني اختياري، ممكن اغطيها بالبشاميل، ممكن اسيبها من غير تغطيه خالص، موضوع براحتكم تماما. هوزع الطماطم كده في كل حته، وهناخد الجبنه توزيعة سريعة كده على الوش، ويلا بينا على الفرن عدل، مش محتاجين اكتر من كده. وهناخد الصينية دي هيلة بيلة كده بصوصها بكل حاجتها على الفرن تستوي، درجة حرارة 220 حرارة من فوق وتحت، واللي عنده مروحة توزيع حرارة يشغلها. خلاص تمام قوي كده بقى زي الفل. عايزة اهدي عليه النار خالص واطلعك ولا لسه شوية؟ لا خلاص كفاية. بصوا يا جماعة الحلاوة، الكفتة طبعا استوت اهي، كفتة خلاص ماسكة نفسها، والجبنة سايحة عليها، والطماطم، وفي صوص بينك كده جميل في النص، فالموضوع ايه؟ جبار.